السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. كبداية راح اليوم نتكلم لكم عن براءة اختراع اللي أبل خذتها، اللي هي بطارية منحنية. أبل لها يمكن 3 أو 4 أو أكثر تشتغل على جهاز منحني. تكلمنا السنة راحت بالصيف لو تذكرون، نطلعت إشاعات إن بتنزل آيباد منحني، ما راح تنزل جوال منحني. فأبل إلى الآن ما أخذها على براءة اختراع. ليش بتأخذ براءة اختراع؟ ما ندري شو توصل لأبل، والكل يعرف أبل بطيئة في إخراج الشيء، لكن إذا طلعته خلاص طلعته بالضبط. لو نتذكر ساعة أبل، أبل طلعت إشاعة على 2011-2012 إن بتنزل الساعة حقتها. في 2013 جميع الشركات نزلوا ساعات، أو أكثر الشركات، موتورولا نزلت، سامسونج نزلت مربع فيها كاميرا، كل الشركات قامت تنزل. في النهاية شو اللي صار؟ أبل طلعت الساعة حقتها وذلك كلهم افتروا وقاموا يسوون. سامسونج شالت الكاميرا والشركات الثانية طاحت. يعني إلى الآن اللي يحبون الأندرويد يقول لك أصلاً ساعة أبل طاح، أو الأكسسوري للساعات خلصت، يعني راح وقتهم. نقول لهم إحنا في الأبل لا، موجودين إلى الآن نشتريها، وإلى الآن مبيعاتها قوية، ولا يعني إلى درجة إنه وصلت ساعة أبل خذت أفضل من الشركات الثانية اللي هي السويسرية الساعات. فخلنا من المرحلة دي، نرجع لكم لموضوعنا، موضوعنا الكاميرا أو موضوعنا البطارية. أبل الحين قاعدة تشتغل على جهاز منحني، بس ما ندري الجهاز من شنو، ما ندري متى بينزل الجهاز، ما ندري هل آيفون هل آيباد هل بالنص راح يسوونه، ما ندري. فأنتوا كتبوا لنا تحت التعليقات شو اللي ودكم. أنا بالنسبة لي البداية أبي جهاز يكون عملي، جهاز صج جوال يكون عملي، أو آيباد يكون عملي، مش مثل الأجهزة اللي طلعت الحين بلاستيك وتنحني. أنا عارف إن الآن ما وصلنا لحق المرحلة إن ينزلون جهاز شاشة كاملة أو قزاز ويكون ما ينحني، أو ما يعني المواصفات العادية اللي موجودة عندنا ينحني. فأنا بالنسبة لي الشركات الثانية دي طلعوها أوكي حلو، سامسونج هواوي تي إس إل يعني سووا حركات حلوة، لكن إلى الآن الجهاز مبيعاته مش قوية، لأن سعره ثاني حاجة مش حق الاستخدام الطبيعي، يعني شكل حلو لكن مش استخدام. فأنا أبي جهاز يكون شكل واستخدام عملي يعني. فأنتوا شو توقعون؟ توقعون تمنون إني يطلع أبل آيفون تفتحه يكون آيباد، ولا شنو؟ آيباد تفتحه يكون آيباد أكبر، آيباد ميني تفتحه يكون آيباد أكبر. ما نتكلم عن السعر، خلوا السعر يولي الحين، ما يعني خلاص خلوا على جنب، نتكلم عن الجهاز إيش اللي تتمنون أنتم، الشكل اللي تبونه. فما أدري هل يكون آيفون مثلا تفتح يكون آيباد ميني، على حسب كل شخص وش اللي يتوقع وش اللي يتمنى. فكتبوا لي تحت في التعليقات شو اللي ودكم وش الشكل اللي تبونه. أبل إلى الآن جالسة تشتغل على براءة اختراع، أبل 100% راح تطلع. يعني طلعت السنوات اللي راحت أبل جالسة تشتغل على جهاز ينحني، أو جهاز ما أدري كيف راح يكون لكن يكبر، يعني تفتح تصير شاشة أكبر كذا مثلا. كمان كتبوا لي تحت في التعليقات إذا ودكم نكمل نفس الحركة، اني اطلع اتمشى ويكون موضوع واحد ما تتشعب مواضيع كثيره، ويكون موضوع صغير مثل الحين أبل عن البطاريه بس كذا، حبه حبه نتكلم لكم شيء يعني، وما يحتاج احط الكاميرا وكل شيء، لا مواضيع منفصله كذا. فايش رايكم انتم؟ ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم وتصوير هذا من الايفون SE. السلام عليكم.